بالفعل قبل لحظات قليلة من الآن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جديدة تجاه أحد المنازل في غرب محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وتم وصول عدد من الإصابات الآن، وسيارات الإسعاف ما زالت تهرع إلى المكان لنقل المزيد من الإصابات وربما الشهداء في استهداف هذا المنزل الذي وقع في غرب محافظة خان يونس جنوبي القطاع. كان قد سبقها وصول لشهيدتين من عائلة النجيلي بعد استهداف منزلهم في منطقة القرارة في شرق محافظة خان يونس، إلى جانب وصول 7 إصابات، وكان قد سبقها أيضا مجزرة إسرائيلية بحق عائلة أبو لبدة ووقوع أيضا عدد من الشهداء بلغ نحو 4 من الشهداء والأعداد مرشحة للزيادة، وكذلك غارات متواصلة ومستمرة في مناطق مختلفة من المحافظة، إلى جانب أن القصف المدفعي لم يتوقف ولو لدقيقة واحدة في شرق محافظة خان يونس، يتركز بالتحديد في منطقة خزاعة وأيضا بني سهيلة وعبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة، إلى جانب الاستهداف المتواصل والمستمر للبنايات السكنية في مدينة حمد الإسكانية التي مولتها ودعمتها قطر. نتحدث عن عدد كبير من هذه المباني السكنية تم استهدافها، نحو 7 بنايات سكنية تم تدميرها ما بين تدمير كلي وتدمير جزئي. هذه المباني السكنية في كل مبنى هناك نحو ما يزيد عن 500 أسرة بالبناية السكنية الواحدة، نتحدث عن نحو 7 بنايات، إلى جانب أن منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية وإسرائيل تقوم باستهداف هذه الشقق السكنية في تلك المنطقة. كل السكان الذين في هذه المدينة تم إخلاء قاموا بالإخلاء والخروج من منازلهم خشية من أن يكون هناك استهداف لبنايات سكنية أخرى، لكن شاهدنا في الشوارع في شوارع محافظة خان يونس مئات العائلات تنزح من تلك المنطقة إلى جانب المناطق الشرقية، يجلسون على الأرض على الأرصفة في الطرقات، لا يوجد مكان، لا يوجد متسع لكل نازح جديد في هذه المحافظة. وحتى في هنا في مجمع ناصر الطبي امتلأ بشكل كامل بالنازحين، لا يوجد الآن أي متسع لأي نازح من أي مكان في داخل محافظة خان يونس، لأننا نتحدث عن ظروف باتت صعبة جدا وامتلاء كل الأماكن التي من الممكن أن يتوجه إليها النازحين، حيث أن كل محافظة خان يونس تشهد غارات متنوعة وعنيفة جدا، إلى جانب القصف المدفعي المتواصل الذي ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة ويتركز في شرق خان يونس. صحيح محمد الدعور، ألاحظ معك من ورائك هذه الحشود، يعني ازدحام لمدنيين حول مجمع ناصر الطبي، هل هم نازحون أم هم أهالي الشهداء والمصابين الذين يصلون جراء هذا القصف العنيف المستمر؟ يعني للأسف كل من يتواجد خلفي هم نازحين، خرجوا من مناطق مختلفة من محافظات خان يونس ووصلوا من مدينة غزة ومن شمال القطاع وصلوا إلى محافظة خان يونس. الآن ما زاد من هذه المعاناة وهذه الكارثة، نحن نتحدث عن أن كل من يتواجد هنا ربما تشاهدونهم الآن في الصورة هم نازحين الآن من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. تشاهدون هذا التكدس الكبير للمواطنين الذين يحملون فراشهم، لكن كما قلت لا يوجد أي متسع للنازحين، نحن نتحدث عن امتلاء كامل، لا يوجد مساحة واحدة يمكن للنازحين أن يضعوا فراشهم فيها. نشاهد على مدار اللحظة على مدار الثانية عشرات النازحين يتوافدون إلى المستشفى من أجل أن يضعوا فراشهم وأغطيتهم في هذه المنطقة ومحاولة وضع هذا الفراش على الأرض. نتحدث عن ظروف صعبة يعيشها هؤلاء النازحين الآن، ليس فقط من نزحوا من مدينة غزة وشمال القطاع، بل أيضا سكان محافظة خان يونس نفسها يتعرضون الآن لحملة نزوح كبيرة جدا. قلنا أن كل المناطق التي تم استهدافها يعني هي مناطق مليئة بالسكان ومتكدسة، على سبيل المثال مدينة حمد السكنية هي مدينة تضم يعني آلاف الوحدات السكنية، نزح إليها سكان مدينة غزة وشمال القطاع ووصلوا إلى تلك المنطقة، ومعظم من استشهدوا فيها هم من النازحين، بمعنى أن آخر شهيدين كانوا من عائلة الرواغ، كانوا في داخل شقة سكنية في مدينة حمد وتم استهدافها. نحن نتحدث أن سيارات الإسعاف لا تهدأ هنا في المحافظة ولو دقيقة واحدة،
نشاهدها على مدار اللحظة يعني على مدار الثانية. هذه التجمعات تكون سهلة أو أهدافا سهلة لإسرائيل، خاصة أنها تستهدف المجمعات والمربعات، المدارس، المراكز، أين يتجمع أكبر عدد من النازحين أو من المدنيين أهالي محافظة خان يونس تتم أو تقوم بقصفهم؟ يعني نحن نتحدث كل المناطق، كل الأماكن، كل مكان في محافظة خان يونس كباقي المناطق هو غير آمن بالمطلق. في أي لحظة قد يتم استهداف هذا المستشفى كما جرى مع مجمع الشفاء الطبي، كما جرى مع المستشفى الأندونيسي. هذا المشهد الذي ترونه الآن عبر الشاشة هو مشهد لعائلات ما زالت تنزح بشكل كبير. نشاهد شباب، نشاهد أمهات، نشاهد أطفال، نشاهد أطفال صغار يقتلهم البرد من شدته في ساعات الليل الآن ينزحون. هذا التكدس الكبير الذي تشاهدونه الآن معي بالصورة لآلاف النازحين يظنون أن هذا المكان قد يكون آمن، فلذلك لجأوا إليه، إلى جانب أن كل المناطق ما زالت يعني تشهد حلقة نزوح كبيرة، لا يوجد متسع لنازحين، لا يوجد أي مكان ربما يتوجهون إليه. الطرقات والشوارع هي باتت الآن الملاذ لهؤلاء النازحين. نحن نتحدث أن سكان مدينة غزة أو شمال القطاع باتوا أكثر من سكان خان يونس نفسها، لأننا نتحدث عن أن حركة النزوح كبيرة جدا، لا يسمح لسكان مدينة غزة بالعودة إلى غزة أو شمالها، ولا يسمح أيضا لأحد أن يتوجه. وكانت إسرائيل قد قصفت بعض الطرقات من أجل أن تقلل من حركة السيارات والمدنيين إلى محافظات أخرى ومحافظات مختلفة. على سبيل المثال ظهر هذا اليوم توجهنا نحو المنطقة الوسطى، ونحن في طريقنا هناك كان هناك قصف مدفعي عنيف في شارع صلاح الدين في محاولة أيضا لمنع من هم في محافظة خان يونس أن يتوجهوا إلى وسط القطاع. وأيضا كان هناك استهداف للطرقات في الواصلة ما بين خان يونس ورفح. تريد إسرائيل أن تزيد وتفاقم من معاناة السكان والنازحين بشكل كبير جدا، في ظل أن الكارثة تزداد بشكل كبير والمجازر تزداد والأوضاع خرجت عن سيطرتها بشكل كبير، لأننا قد نشهد خلال الأيام القادمة القليل القادمة أو الساعات القادمة نفاذ للوقود الخاص بالمستشفيات أو بسيارات الإسعاف.